31 آب 1864 عاصمة الأمراء دير القمر هي الحدث، أول بلدية في لبنان والمشرق العربي. قبلها لم يكن لدينا مجالس بلدية تدير شؤوننا. في ذلك النهار أصدر المتصرف داود باشا فرماناً نص على الآتي: إنه ولأجل التفكر واتخاذ الوسائل والأسباب المقتضية لأجل إصلاحات ونظافة قصبة دير القمر، صار تشكيل كوميسيون باسم مجلس بلدي مركب من أشخاص من معتبرين البلدة، وقد صار انتخاب 7 أشخاص تحت رئاسة ميتلو عبد الله آغا مأمور دير القمر. عام 1964 بعد 100 عام من انتخاب أول بلدية في لبنان، كان الحدث في بكيفة التي انتخبت أول امرأة لتكون رئيسة بلدية في لبنان بل في المشرق العربي. تجربة بكيفة الرائدة أوصلت سليمة قزاز درغام من مواليد 1918 إلى رئاسة البلدية. كان انتخاب سليم درغام فاتحة لمشاركة نساء فاعلات في إدارة شؤون البلاد لا سيما المحلية منها، فاتسمت مسيرة درغام بسجل حافل من الإنجازات على مستوى الإدارة المحلية، فاحتلت بكيفة بلدتها موقعاً متقدماً في المنطقة. أنشأت درغام مبنىً بلدياً حديثاً لتفعيل العمل البلدي ومدرسة رسمية ثانوية لتعزيز التعليم ومعصرة حديثة للزيتون مساهمة منها بالتنمية المحلية، كما شاركت بدعم بناء ناد للقرية للاهتمام بالتواصل الاجتماعي والثقافي، إضافة إلى سلة من المشاريع الخدماتية، فقد صنعت من هذه القرية النائية ضيعة نموذجية. مسيرة سليم درغام في إدارة الشأن العام تصلح مثالاً للمرأة القيادية في مجتمع تقليدي، فقد كسرت كل المعوقات أمام من تريد سلوك هذه الطريق، فحققت لبلدتها ما عجز عنه الرجال. المرأة هي عنصر مساهم وفاعل، مش مزهرية، مش شكل تجميلي بنحط إنه والله بنعمل مجلس بنحط فيه شوية نساء بيطلع هيك شكله أحلى، لا، المطلوب إنه المرأة اللي عم توصل بكفاءتها بقدرتها باللي أثبتته من جدارة تقدر تكون جزء من المعادلة وتكون هي عم بتساهم وطنياً ومحلياً بكثير من الأمور، بكثير من السياسات، بكثير من الخيارات، بكثير من المبادرات. وشفنا نساء رائدات بأكثر من موقع، ما في سبب إنه يكونوا هالقد رائدات مطرح ما هني وما يكونوا بمواقع تمثيلية أو مواقع القرار. وجود النساء بالبلديات بيكون في سرقة، ببطل يكون في سرقة. بس نحن لأنه بالعالمنا العربي ما بيتقبلوا إنه المرأة تكون حاكمة، وهي أكيد عنصر فعال بالمجتمع وأكيد فيها تفيد وأكيد فيها تشتغل مثل الرجال. كتير بحبز أنا لأنه برهنوا عن جدارة بمراكزهم بقدرتهم ويمكن يطلعوا أحسن من الرجال. عطول عندهم perspective شوي غير عن الرجال، يمكن يكون أحسن نحن ما نعرفين. إيه معلوم، هن اللي بيشتغلوا. لازم يصير مرة كمان بالبلدية طبعاً، بس الرجال كل شيء بالرجال. هو العنصر النسائي دايماً بيفيد بأي مطرح اللي كان. المرأة مخلصة أكثر من الرجل. لازم تطلع رئيس الجمهورية كمان مش بلديات. بالمبدأ العام والدستوري عم ترد الحق لأصحابه. بالمبدأ لازم يكون في مساواة، بالمبدأ لازم يكون في مشاركة من كل شرائح المجتمع وتحديداً جندرياً من اللي بشكله أكثر من نص الناخبين وأكثر من نص سكان البلد. أنا بعتقد المرأة بأمور الدفاع وبأمور الأمن وبأمور كثيرة أثبتت عالمياً أنه قادرة، بالتالي نمط التفكير أنه المرأة بس
هي بمواقع للمرأة. لا، أنا بظن أنه بدنا نروح على شيء، على مشاركة فعلية ومشاركة فعالة بدها تكون تشمل كل القطاعات وكل الميادين. عملوا اللي فيهم يعملوا ضمن إمكانياتهم. هاي التجربة مشجعة وكتير كويسة الحقيقة. 6 سنين كانت من النشطين والقادرين والعمل الدؤوب. نحن ما كانت بلديتنا مثل ما كانت قبل، ما احترامنا للي مرقوا، بس هيدي البلدية بالذات، هودي 6 سنين اللي مرقوا كانوا من أنجح السنين. أنه نحن من البلديات اللي المسؤولة مرق. عم تشتغل أنشطة، عم تشتغل على تحسين الطرقات، عم تشتغل على مشاريع، عم تشتغل على قصص كتير بتساعد أهل البلدة ليجهزوا أو ليكونوا بمستقبل أحسن لألهم. المرأة بتقدر تعطي، أنا بقول بالنسبة لي إنه بتقدر تعطي أكثر من الرجل، لأنه هي بتحس بكل شيء نقص. وجود الإمرأة بالبلدية هي عملية، وين ما راحت عندها الأبواب مفتوحة قدامها. النساء لازم تشارك بكل شيء، مش بس بالبلدية. أنا مع أنه السيدات ينزلوا أو ينخرطوا بالبلديات، بس مش لأنه هي ست بدها تنزل، بدها تكون ست تعرف كيف تشتغل. هيدا المطلوب. بس واحد تسأله بلدية أو انتخابات أو شيء بتحس أنه عنده شوية الويل، يعني عنده نفور صار من السلطة، من أي سلطة. كان دور جيد أكيد، بس لازم يتطور أكتر. في أجندة على كل بلدية تنفرض عليها، وفي طبعاً مسؤولين سياسيين يعني بيشاركوا بالديسيجن ميكينج. عم نحكي عن دور الإمرأة بالصعيد المحلي، فهذا أول شيء بميزها. تاني شيء عم نحكي عن أشخاص بتحاول كتير تشارك المجتمع بصناعة القرار، عندهم نفس الدور. حتى الامرأة أحيانا يكون عندها مواقف أحسن من بخدا أي رجل. ترشح؟ ليش لا؟ أكيد، بس في كتير صعوبات هيدا عم بحكيها. مسألة الانتخابات البلدية أهميته أنه هي ديمقراطية مباشرة ومباشرة جداً، وهيدي ديمقراطية العلاقة بالإنماء بمعنى الواسع. يعني مشان هيك المرأة قادرة على مستوى البلديات تكون عم تقدم خيارات أفضل، وتكون عم بتساهم برسم سياسات على المستوى المحلي. مطلوب إنه الأحزاب السياسية يلي عندها نساء بكوادرها وأثبتوا جدارة، ليش ما بتكون هالأحزاب عم بتبادر وتقدم مرشحات بالإضافة إلى المرشحين؟ هون بتبلش القصة بمعزل عن مسألة الكوتا. إذا نزلت ست على البلدية بننتخبها 100%. حتى تجي رئيس جمهورية مرة. إذا نزلوا النساء على رئاسة البلدية أكيد بنتخبهم، بتشجعهم وبنتخبهم وبنزل معهم. صوت للنساء من منطلق إذا كفوقة. إيه أكيد ننتخب نسوان، ليش لا؟ إيه أكيد. ولا أنا معه أكيد. لا ليش لا؟ أنا إيه؟ أكيد. إذا ما بصوت لنساء بالانتخابات البلدية بكون الكلام اللي عم بقوله عم كذب على الناس وعم كذب على حالي. يجب إقران الكلام اللي بنحكيه بموضوع دعم المرأة بممارسة فعلية، وهالممارسة الفعلية بتخليني مثلا روح على انتخابات البلديات وأقترع لنساء مرشحات. We'll be right back.